اتوقع لحظه. طيب ما بقول لكم شيء. انتم بسال المتسابقين، تعتقدون ان ضيوفنا اليوم كسبوا التحدي اللي قدموه لكم وللجمهور؟ اكيد. انتم متوقعينهم ان لحظه يعني؟ طيب الضيوف قبل ما ندخل البرنامج اعلنوا التحدي، يمكن اللي ما شافنا من بدايه الفقره يعرفون وش الموضوع. اعلنوا التحدي في رفع نسبه الوقف من 15 الى 20 في نهايه الحلقه. حلو، خلنا من هذا اللي رافع سقف الطموحات خالد. طيب خلنا نوضح للمشاهدين ان هم اعلنوا هذا التحدي وقالوا احنا مش مجرد تحديات في البرامج، لا احنا بعد نتحدى في فعل الخير. والله يجزاهم خير وشكرا لهم على هذه المبادره وعلى هذه المساهمه. ممكن اخذ النسبه؟ تسمحون لي اخذ النسبه من الاعداد؟ طيب طيب نوبة التشويق. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب صلوا على رسول الله. ما راح شعب احمسهم اكثر. اول شيء شكرا مشاهدينا الكرام على متابعتكم لحلقه الليله، والف مليار شكر لضيوفنا اللي شرفونا الليله، والف مليار شكر لمثل هذه التحديات في مساهمه وفي فعل الخير، وخصوصا في وقف الصدقه الجاريه في البلد الحرام. والبشرى لكم وللمتسابقين وللضيوف. الضيوف تحدوا على 20% ونسبة الوقف ارتفعت من 15 إلى 22%. تصبحون على الخير. هذه تستاهل لعب وتحدي. 22%.